طيب خلينا نشوف حديث الاستاذ محمد النويصر، موضوع ثاني الحين، موضوع رئيس رابطه الدوري المحترفين في الاجتماع التاسيسي للدوري الدرجه الاولى، نتابع ماذا قال. اجتمعتم قبل قليل مع انديه الدرجه الاولى ورؤساء انديتهم، كيف رايتم هذا الاجتماع وما هي القرارات التي صدرت منه؟ الحقيقه اول شيء هذا الاجتماع بناء على ما اتخذه صاحب سمو الامير نواف بن فيصل في تاسيس رابطه وتحويل دوري الدرجه الاولى الى دوري محترفين، وبناء على هذا القرار ايضا الاستاذ احمد عيد كان متابع معنا لتنفيذ هذه القرارات وتطوير هذه المسابقة. فتم الاجتماع الأول التأسيسي بحضور جميع ممثلي الأندية وبحضور أيضا ممثل الاتحاد السعودي اللي تم اعتماده الأستاذ فهد المصيبيع، وبحضور أيضا نائب رئيس لجنة المسابقات واللجنة المالية ومجموعة من المختصين. الاجتماع كان بهدف في مناقشة بعض القضايا اللي تهم الرياضيين في كرة القدم، خاصة المهتمين بدوري الدرجة الأولى. فكان من ضمن القرارات اللي تم مناقشاتها وتم اعتمادها عدم زيادة عدد الفرق في دوري الدرجة الأولى، رغم في مطالبات مجموعة من الأندية، ولكن يظل هو قرار الأندية وهي صاحبة الشأن وتم مناقشته. طبعا لجنة المسابقات وأيضا لدينا تقارير فنية داخل الرابطة بعدم جدوى فنية هذه الزيادة، بل في نظرة مستقبلية يرون قد تقليص أفضل من ناحية الفنية. عموما كل هذه القرارات خاضعة للدراسة وخاضعة للتصويت، وما تم إقراره حتى الآن هو عدم الزيادة، وهذا قرار الأندية. القرار المهم اللي اتخذ هو عودة اللاعب الغير سعودي إلى دوري الدرجة الأولى، وهذا تم اعتماده من إحنا كرابطة، ولكن يحتاج إلى موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم لأنه هو صاحب القرار، ونحن كلنا نعمل تحت مظلته. فننتظر القرار بعد ما نرفع عليهم إن شاء الله للموافقة عليه أو عدم الموافقة. هذا من الأشياء اللي هم يدرسونها كاتحاد السعودي لكرة القدم وينظرون إلى مصلحة الكرة السعودية بشكل عام. الحقيقة أنا زي ما كنت في المؤتمر الصحفي تكلمت، قلت انطلاق دوري الدرجة الأولى كدوري محترفين الجزء منه هو التوعية من ناحية أن وجود دوري محترفين، نحاول نبغى نطبق لوائح أنظمة، نحاول ننقل الفكر الاحترافي بالدرجة الأولى. فأي حملة تبدأ أو أي مشروع يبدأ جزء منه توعوي، بعدين تبدأ فيه العملية. توقعين إن شاء الله أيضا أن نحاول نبحث عن راعي لهذا الدوري حتى نستطيع أن نصرف على بعض أعباء المادية اللي تعاني منها الأندية. وتم الاتفاق على الحقوق التجارية لدوري الدرجة الأولى وتم عرضها على الأندية ووافقت عليها، بل كنا واضعين نسب معينة، أعطوا الرابطة الأندية كل الحقوق التجارية كاملة في الملعب تتصرف فيها بمعرفتها. وتم تشكيل لجنة من الأندية نفسهم لفتح هذه المظاريف، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله نجد راعي، نتمنى إن شاء الله أن نخطو خطوة إلى الأمام أفضل مما نقف حتى الآن. وهذه الأمور متوقعة إن شاء الله بجهود الأندية بالدرجة الأولى، وإحنا والاتحاد السعودي نعمل على توفير المناخ المناسب لنجاح دوري المحترفين. توفيق مشاكل سميك لي. لا والله ماني مشاكل. وأنت بكل حلقة تطلع لازم تشوف لك أحد تصطدم معه. لا أنا بتكلم عن الاجتماع التأسيسي. لا خلنا ندافع عن نفسي بس بكل بساطة. بخليك تدافع بس خلنا نتكلم الحين عن الاجتماع التأسيسي. أنا بتكلم كلام انطباعي، يعني أعتقد أنهم أكيد عندهم كثير من المسببات، يعني يمكن أنا لو طلعت على المسببات ربما يتغير رأيي اللي حقوله هالحين، لكن هو رأي انطباعي. أنا يمكن هو حتى أبو سعود ممكن أنا أرى أنه في الدرجة الأولى. لا تظن أبو سعود معك في أراء، قول رأيك وخلي أبو سعود الواحد الله يرحمه. لا أبغى أسمع واحد رأي مشاكل. لما أقول أبو سعود فهو عشان يدعمك يدعمني في الرأي يهز راسه ومواضيع يعني. طيب كمل اللي أقوله أنا رأي انطباعي أنه الدرجة الأولى اساسا يعني الموارد الماليه عندهم شحيحه، الانديه معظم الانديه موارد شحيحه، فانت تحملهم باللاعب الاجنبي هذا اولا، ثانيا انت تاخذ مكان يعني لاعبين سعوديين حقيقه يعني قد تنمي مواهبهم في هذه الدرجه. انا اقول هذا راي انطباعي. قد لما مثلا اجلس مع مثلا محمد الاستاذ محمد النويصر مثلا او تنشر المسببات يمكن اغير رايي، بس انا هذا رايي بشكل كبسار. والله انا بالنسبه للموضوع هذا وجزئيته يعني تعرف خلفيتي بسيطة جدا، لكن أنا أشوف أن دوري الدرجة الأولى يمكن الإضافة فقط عليه لدوري المحترفين. دوري الدرجة الأولى معظم اللعيبة ترى محترفين فيه، اللعيبة السعودية معظمهم محترفين.
أنا التوجه اللي أتمنى أنه يحصل أنه في عندنا لعيبة مواطنين، يعني مثلا يماني وعايش في السعودية متربي في السعودية، سوداني عايش في السعودية ودارس في السعودية، هذول اللي ممكن يعطون فرصة. احنا كم لاعب عندنا تربى في السعودية، درس في مدارسنا من مواليد السعودية وصاروا من أفضل لعيبة الإمارات وأفضل لعيبة قطر، يعني احنا حق فيهم وممكن يشاركون في دوري الدرجة الأولى. يعني أعتقد أنها راح تكون أكثر فائدة من لاعب أجنبي وموارد مالية زي ما قلت. طيب إذا تأهل الفريق للممتاز يبحث موضوع يا أخي التجنيس. لا فكرة جيدة التجنيس ليس سيء يعني أيضا. يبحث مو نقول جنس بس يبحث الموضوع، يعني إحنا مو في مكان نناقش موضوع مثل هذا في جهات تناقش الأمور، بس يقول يبحث الموضوع ليش لا، ولكن يستفاد منه كشخص وك يعني مواطن جالس عندنا في البلد. بالنسبة لوضعية الاحتراف عندنا فيها مشاكل كبيرة بصراحة، يعني ما أدري إحنا كم نسبة الاحتراف احنا مطبقينه، انا ما ادري كم وصلنا له. طيب ولكن اعتقد انها نسبة ضئيلة جدا. لا خلينا ندافع تركي. والله لا خليك الدافع بترك وعد. اي وعد حق الرد الا اذا نسيت ذكرني. انت عندك حاجة اسمها حق الرد. اي الا اذا نسيت ذكرني. تعرف حق الرد هنا على تركي عليك انت. طيب ما يخالف قول اللي تبي، انا ما اقول لك شيء بس ذكرني لو نسيت. طيب يمكن اسامحك انا عموما.